السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا. وصفتنا لنا هاليوم حلوة جافة محشية بالحلقومة. هاد الحلوة بزاف بنينة، خفيفة، مقاديرها بسيطة وتخرج كمية لبس بها. حلوة تدوب في الفم، تصلح بزاف باش ترافقوها القهوة الصباح والعشية. نمر مباشرة تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه عملتها جبت لهنا مارغارين، جبت 250 غرام مارغارين تكون طريه، وهنا استعملوا اي نوع تاع المارغارين، ليسونسيال تكون طريه باش تسهل لكم العمليه كي تكونوا تخدموا. نزيد عليها كاس سكر ناعم واثنين صفار البيض، ونزيد عليهم غرفه صغيره لافاني ولا تقدروا تستعملوا سكر فانيلا. نحرك هاد المكونات مليح هكا، يعني غير بفوي برك، ما تستعملوش هنايا الباتور لخاطرش لو كان ديروا الباتور الكاطو حيجي خفيف بزاف، ومن بعد كي ديروه في المول وتحطوه يطيب من كثرت لي خفيف يتنحاو لكم كامل هذوك لي تراس اللي جايين في المول تاع المعمول. نزيد عليهم هنا نص كاس نشا اللي هو المايزينا، ونبدا نزيد في الفارينه. نحط هنا الكاس الاول، ودائما حجم الكاس 220 مليلتر، والكاس يكون هكا ممسوح ما يكونش بومبي. نزيد الكاس الثاني، ونعمر هنا الكاس الثالث مما نحطوش دوكا، ومن بعد كي نبدا نطم ونبدا نزيد فيه. نزيد لهذا الخليط قرصه خميره كيميائيه، هنا ما تكتروش الخميره الكيميائيه غير رشه خفيفه برك هكا باش الكاطو كي يطيب يبقى محافظ على الشكل ديالو. نطم هاد العجينه هكا غير بالاصابع برك، حتى نطم معايا خطرش عجينه خفيفه بزاف ما فيها والو، حتى بياض البيض وما فيهاش. جبت هنا الكاس الثالث تاع الفارينه، حطيت نص كاس ونبدا نطم ونزيد بكميات قليله ونشوف. العجينه اللي لازم تحصل عليها هي عجينه طريه، مي ما لازمش تكون طريه بزاف. لو كانت تكون طريه الكاطو كي ديروهم بعدا في الطابع تاع المعمول وتحطوه يطيب راح يهبط معاكم كامل. كملت الكاس الثالث تاع الفارينه وعمرت لهنا الكاس الرابع اللي حندي منه غير كميه قليله برك، نحط هكا غير بشويه ونشوف. نطم العجينه راهي تبان لي مخصوصه غير شويه برك، نزيد لها كميه قليله، وهاد الكميه راح تكون كافيه. وبالتالي نقدر نقولوا بلي كمية الفارينة اللي استعملتها هي 3.5 كيسان فارينة، وتحصلت على عجينة طارية. شوفوا هنا الكاس الرابع ديت منه نص كاس برك، وكما راكم تشوفوا تحصلت على عجينة طرية. نشكل هاد العجينة على شكل كريات، وزن الكرية الواحدة من 30 حتى 35 غرام على حسب نوعية المول اللي يكون عندكم. كاين المول الصغير هذاك نديرو فيه 30 غرام، والمول الكبير نديرو 35 غرام. بعد ما شكلتها هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، وهنا جبت كميه من الحلقومه وجبت المول تاع المعمول، وجبت ثاني كهذا الورق الشفاف اللي راح يساعدني بزاف في الخدمه. نحط ورق الشفاف على المول بهذا الشكل، ومن بعد نشد كريه تاع العجين نحطها هكا غير في يدي، نحب هكا نبسطها ولا نحب ندير فيها غير ثقب برك، وندخل داخل الحلقومه. هنا الحلقومه حاولوا تخيروا نوعيه مليحه، بس كاين نوعيات لي عيانين جايه كيما البلاستيك. نحطها ونغلق مليح على العجينه، ومن بعد نزيد نكورها هكا بين يدي فوالا، ومن بعد نحطها في المول ونضغط عليها غير شويه، ومن بعد نعاود نقلب عليها ورق الشفاف ونضغط عليها مليح، زيروا مليح باش يخرج لكم هذاك الرشام تاع المول. ومن بعد نخرج حبه الحلوى بكل سهوله هكا، غير نقلب المول ونجبد هذاك الكيس البلاستيكي غير بشويه حتخرج معايا بكل سهوله. وشوفوا الشكل كيفاش جا، نحو هذاك الورق الشفاف غير بالعقل، ونحطها في صينيه اللي كنت درت لها ورق الطهي. هنا من الاحسن ديروا ورق الطهي ما ترشوش فارينه، لخاطرش كيما شفتوا العجينه وما فيهاش بياض البيض وجايه غير زبده وصفار البيض، وبالتالي حتكون هشيشه،
تخافوا كي ديروا الفارينة تجوا ترفدوها تتفتت معاكم، لذلك حاولوا ديروا ورق الطهي باش تعطيكم نتيجة مضمونة. أنا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة ونحطهم في صينية اللي كنت درت لها ورق الطهي، ونكون شعلت الفرن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة. نشعل لهم من تحت غير نشوف الحواف بداو غير شوية يصفاروا، نعاود نشعل لهم من الفوق ونطيبهم غير شوية برك، ما تحمروهمش، طيبوهم غير شوية وخرجوهم باش يجي شكلهم شباب، ومام ما تخافوهمش مالغري ماشي محمرين وراح يكونوا طيبين. وبعد ما طابلي الكاطو هذه السنيوه الاولى شوفوا كيفاش طيبته، يعني طيبوه بهذا اللون، نخليه يبرد تماما. ومن بعد جبت هنا كميه من السكر الناعم اللي حطيته في صفايه ونرش هكا كميه غير قليله برك، ما تكتروش. وبعد ما كملته كامل وحطيته في الكيسات كان هذا هو الشكل النهائي لحلوتنا لينها اليوم. حلوه جافه، مقاديرها بسيطه، طريقة عملها جد سهلة، والنتيجة راح تكون تدوب في الفم. شوفوا هنا كي قربتها لكم، مالغري مقاديرها اقتصادية من الشكل ديالها جا شكل عراقي. نقسم لكم حبة باش تشوفوا القوام كيفاش جا. شوفوا كيف تقسمت معايا بكل سهولة، جات خفيفة وجات تدوب في الفم، وجات فيها نكهات بزاف كيما شفتوا هاد الحلقومة اللي خيرتها انا، كاينة بذوق النعناع، ذوق التشينة، ذوق القارص، ذوق الفراولة. يعني كي تكونوا تاكلوها كل ما تاكلوا حبة راح تحسوا بذوق يكون مختلف عن الحبة اللي زدوا تاكلوها. وصلنا الآن لنهاية وصفتنا لنها اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الأصدقاء. نتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى عن قريب. مع السلامة.